اسمي ام هاجر، عمري 23، عندي بنات تنتين. اول ما فاتت الدولة لهون جبرونا نتجوز، اخذوا اهلي وامي غصب عنهم عشان يجوزونا لدولة. كنت اكره كثير الداعشيين وما كنت افعل اتجوز. أخذت أول وحدة، أختي تجوزت واقتنعت فيهم، وآخر شيء جت أني حكت لي على الدولة كويسين وما بعرف شو خلتني أتجوز. بعد ما تجوزت وهاد طلعنا من الطبقة من هون، ورحنا على حماة وانظلمت هنيك كتير، طلقني بإدلب وشلفت بالشارع أنا وبنتي. مرة تانية رحت على المخيم، تمت سنة ونص بالمخيم، كمان انظلمت هنيك بالمخيم كتير، انه المخيم اني عيشة صعبة كتير هنيك، وبالذات وإحنا زمالة حدا. وبعدين جيت لهون عند اهلي، كمان عيشة صعبة عند اهلي، واشتغلت كمان محل بقلب 2000 كل نهار. وقدم عيشة بناتي وأنا شما أرني أبوي ما أنه مجبور فينا لحد الآن، وعيشة أهلي كتير صعبة، 14 نفس برقبة أبوي.